السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بالضيوف الكرام في لقائنا أو في الندوة التي سوف تتطرق إلى ذكرى الميثاق والحراك الشعبي الواقع الراهن والتطلعات المستقبل. نشترك مع الرفاق في المنبر التقدمي بهذا الخصوص. لا بد ما يصير عن المنبر الأستاذ فاضل الحليبي نائب الأمين العام للشؤون التنظيمية للمنبر التقدمي. هذه الذكرى طبعا هذه الذكرى ذاكرتين دخلت التاريخ ولا بد أن نستحضرها كل عام. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الندوة المشتركة مع رفاقنا في المنبر التقدمي والتي تتزامن مع احتفال شعبنا بمرور 17 عاما على التصويت على ميثاق العمل الوطني، وهي دون شك مناسبة وطنية عزيزة دشنت مرحلة جديدة من العمل الوطني في ظل مضامين وشعارات عريضة تضمنها الميثاق على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هنا أحب أن أذكر برفاقنا الذين شكلوا التيار الديمقراطي المعارض، لا ننساهم في هذه الذكرى، والذين ساروا مسيرة طويلة معنا في إدارة الحراك، وفي مقدمتهم جمعية وعد وجمعية الوفاق. كذلك يصادف هذا الشهر دخول ذكرى الحراك الجماهيري في فبراير 2011 عامه الثامن، وصد غياب مبادرات الحل السياسي بالتزامن مع تواصل صدور أحكام الإعدام وإسقاط الجنسيات وتدهور ملموس في الأوضاع المعيشية للمواطنين بسبب إجراءات التقشف الاقتصادي. والأخطر من ذلك تواصل تهديدات الانقسام الطائفي وسط ما يعيشه الإقليم من تطورات سياسية وأمنية خطيرة تنعكس على الوضع في البحرين. وبدون شك فقد شكل ميثاق العمل الوطني علامة بارزة ومفصلية في تاريخ البحرين. الحديث بعد سنوات عجاف من كبت الحريات وحقبة قانون أمن الدولة المظلمة وتعليق العمل الدستوري، حيث أرخى الميثاق لبداية مرحلة جديدة من التوافق الوطني من أجل العمل والإنجاز لتضافر الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق الآمال والطموحات التي ناضل من أجلها شعب البحرين بمختلف قواه السياسية والوطنية. وحين نعود بالذاكرة إلى أيام الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 ونعيد النظر في نسبة الموافقة على الميثاق، تترسخ القناعة الثابتة في كل ذلك كان انعكاسا حقيقيا للتوقعات والآمال الشعبية بالإصلاح والتطلع إلى إطلاق الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والتنظيم وإلغاء قانون أمن الدولة وقيام دولة المساواة والعدالة والمواطنة الدستورية. التلاحم الشعبي مع الحكم بشكل عفوي شكل عرسا حقيقيا آنذاك، عكس معدن أهل البحرين الذي قابل اليد الممدودة من قبل جلالة الملك بالبشر والخير، وقام جلالته بمبادرات تاريخية عدة لعودة المبعدين السياسيين إلى البلاد وإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين وغيرها من المبادرات الجريئة. الميثاق كإنجاز تاريخي يشار له بالبنان في إخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي وصلت إليها والخطوات التي لحقت. لكن مسيرة الديمقراطية والإصلاح اصطدمت بصدور دستور 2002
بخلاف ما بشر به الميثاق، وليس بخاف أن كثيرا من الآليات الديمقراطية قد أخرجت من سياقها، فلا زالت إشكاليات التعديل الدستوري وسلطات المجلسين وقانون الانتخاب والدوائر الانتخابية وما أفرزته المراكز العامة والقوانين الأخرى المعيقة لمسيرة الإصلاح كقانون مباشرة الحقوق السياسية والتنظيمات السياسية ودور المجتمع المدني ودور السلطة القضائية وقانون الإرهاب وقانون العقوبات قائمة، وهي علاوة على تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وتفاقم مظاهر الفساد والحلول الأمنية، شكلت جميعا مناخا دافعا لاندلاع الحراك الشعبي في فبراير 2011. السؤال الملح في هذه الأيام هو كيف نحيي روح الميثاق ونطلق التفاعل الشعبي من جديد، وبنفس الوقت نخرج بلدنا من براثن الأزمة السياسية الراهنة. نحن في التجمع القومي وطيلة مواقفنا السابقة تمسكنا بالمطالب المشروعة لشعبنا وبمشروعية الحراك السلمي من أجل تحقيق هذه المطالب، لكننا بنفس الوقت تمسكنا بنهجنا السلمي الرافض للعنف بكل أشكاله، وتمسكنا بذات الوقت بنهج الحوار الجاد لمعالجة كافة الأزمات التي تشهدها البلاد. لذلك في هذه المناسبة نعيد التأكيد على أن الحوار والتواصل والتوافق هي سنة من سنن التطور، وبالتالي فإننا مع الدعوة لحوار وطني جاد وحقيقي والتوافق على الملفات الرئيسية من خلال روح ومبادئ ميثاق العمل الوطني، حوار يكون الحكم طرفا رئيسيا فيه مقابل القوى الوطنية وبقية الجمعيات السياسية حتى تكتمل أركان هذا الحوار للوصول بالوطن والشعب إلى حالة التوافق الوطني المعززة للحريات والتضامن والضامنة للعدالة والمساواة المؤسسية للمواطنة الدستورية الحقة. ونحن نؤمن عميقا أن الحوار الوطني هو من أهم آليات تفعيل الحراك السياسي والتنموي اجتماعيا واقتصاديا في البلاد على أسس ديمقراطية واضحة، والاستناد إلى ثوابتنا الوطنية الراسخة وما تضمنه ميثاق العمل الوطني من مبادئ وأسس كما فهمها وصوت عليها الشعب. لذلك فنحن وغيرنا من قوى المعارضة استجبنا دوما مع دعوات ومبادرات الحوار الوطني. وفي مناسبة ميثاق العمل الوطني وما بشر به من بلوغ الملكية الدستورية والديمقراطيات العريقة، فإننا ندعو أيضا إلى إطلاق حراك شعبي وطني سياسي ورسمي واسع من خلال مؤتمر وطني أو سلسلة من الحوارات والندوات تدور حول أسس وآليات ترجمة المبادئ الدستورية الراسخة في الديمقراطيات العريقة والملكية الدستورية التي بشرنا بها الميثاق، حيث أن ميثاق العمل الوطني يزخر بالكثير من الوعود التي تعتبر مبادئ راسخة في الدول الديمقراطية ونظم الحكم الدستوري. ومن خلال ما شاهدنا من محاصرة حرية العمل السياسي والتشكيك في النوايا الوطنية واللعب على الوتر الطائفي، فإننا نطالب في هذه المناسبة أيضا بالحق الطبيعي في الاختلاف والمعارضة السلمية وكفالة حرية الرأي ووضع حد للتضييق على الحريات من خلال قوانين معيقة للتطور الديمقراطي والتعددية السياسية وغيرها من الآليات التي تدخل في اختصاص الديمقراطية وممارساتها في التعبير السياسي. لقد أجرت القوى السياسية مراجعات عديدة لمسيرة الحراك الذي انطلق في فبراير 2011، وكنا واضحين في انتقاد ورفض كافة السلبيات التي رافقت هذا الحراك وما تزامن معه من أخطاء وشعارات كانت خارج السياق، لكننا بنفس الوقت تمسكنا بشروعية الحراك نفسه والمطالب
الإصلاحية، لذلك فإن كل المناسبتين اللتين نحييهما اليوم، مناسبة ميثاق العمل الوطني ومناسبة الحراك الجماهيري، يقتضيان من الجميع تحمل مسؤولياته التاريخية. وقد كررنا ومعنا القوى السياسية الوطنية استعدادنا للتجاوب مع أي دعوات صادقة للخروج من الأزمة الراهنة. في المقابل فإننا ندعو السلطة في هذه المناسبة مجددا إلى ضرورة اتخاذ العديد من القرارات العاجلة والعادلة التي من شأنها تبريد الأجواء ووقف المعالجات الأمنية وتسقيط الجنسيات والتنفيذ الأمين للتوصيات اللجنة المستقلة، كذلك القرارات التي من شأنها تصحيح المسار الراهن سياسيا واجتماعيا وأمنيا والدخول في مسار الإصلاح والمصالحة الوطنية التي باتت ضرورة يفرضها الواقع المأزوم من أجل الوصول إلى حياة سياسية واجتماعية أكثر عدلا واستقرارا وقادرة في ذات الوقت على إعادة الروح إلى ميثاق العمل الوطني القائم على مبادئ الشراكة والمواطنة والعدالة والمساواة. وفي ذات السياق الوطني أيضا ندعو الجهات الحكومية الرسمية إلى معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الخانقة وملفات الفساد والتجنيس التي باتت جميعها تشكل عبئا ثقيلا على المواطن وفي مقدمتها أعباء رفع الدعم والأسعار وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة ورفض الرسوم المرهقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والمهنيين ومعالجة تداعيات ارتفاع الدين العام التي باتت تتفاقم جميعها وتدعو لمعالجة هذه القضايا بروح من المسؤولية الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية. كما نشدد في هذه المناسبة على أهمية محاربة خطاب الكراهية الذي انتشر في الأزمة الأخيرة بشكل غير مسبوق، ومحاسبة كافة الأصوات على ما قامت به من تحريض وتدليس وتحريف للحقائق الدامغة تنفيذا لأجندات سياسية تضع مصالحهم الشخصية الضيقة فوق المصلحة الوطنية الواسعة. وساهمت بشكل غير مسبوق في دق إسفين الفرقة بين مكونات المجتمع البحريني وحرضت وبررت واعتبرت انتهاك الحقوق الآدمية لطيف واسع من المواطنين بطولة يجب مكافأتهم عليها. وأخيرا في هذه المناسبة أيضا نؤكد أن كافة هذه المواقف التي نعلنها ونتمسك بها إنما تنطلق من الحرص على وحدة البلاد ومصالحها العليا وإبعادها عن كافة التدخلات الخارجية أو انعكاسات ما يدور حولنا على أوضاعنا المحلية. إن جميع المخاطر والتحديات الخارجية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية تؤكد حاجة البحرين الماسة إلى حلول سياسية تستجيب لمبدأ التوافق الوطني بين كل أطراف المجتمع ويقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ويراعي قيم العدالة والمواطنة المتساوية. شكرا لكم. والآن مع الضيف الرفيق فاضل فليتفضل ورقته. مساء الخير جميعا. في البداية الشكر موصول إلى الرفاق في التجمع القومي والشكر موصول على حضوركم. في ذكرى الميثاق والحراك الشعبي الواقع الرام طلعت المستقبل لهو ندوة الليلة وعنوان ندوة الليلة. بعد أكثر من ربع قرن على حل المجلس الوطني في أغسطس من عام 1975 لأول تجربة نيابية في البحرين والتي لم تستمر سوى 20 شهرا دخلت البلاد في حقبة قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، وقدمت الحركة الوطنية والشعبية تضحيات كبيرة من أجل إعادة الحياة النيابية وإشاعة الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة في البحرين.
حتى مجيء فترة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بالتصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 و15 من فبراير من عام 2001، والذي نحن بصدد إحياء ذكراه هذا المساء لما له من أهمية، حيث أخرج البلاد من حقبة قانون أمن الدولة السيئة الذكر إلى مرحلة الانفراج السياسي الذي كان أبرز سماتها إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة المنفيين وإلغاء قانون أمن الدولة وتدابير محكمة أمن الدولة، وفي مرحلة لاحقة السماح بتشكيل الجمعيات السياسية والنقابات العمالية والعديد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان، والسماح للعديد من المعارضين بالكتابة في الصحافة المحلية وإصدار العديد من الجرائد الجديدة في حراك سياسي ومدني ومجتمعي نشط لم تشهده البحرين من قبل. لو قدر لهذا التغيير الجنيني أن ينمو في حالة طبيعية تسودها الثقة المتبادلة ما بين مؤسسة الحكم والأطراف السياسية في البلاد لسارت الأمور بشكل آخر وتطورت نحو المزيد من الحريات والديمقراطية وتعزز التحول الديمقراطي الناشئ في البلاد، مما كان سيؤسس لتراكمات تؤدي إلى تحولات نوعية نحو ترسيخ مقومات الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، ولكنها توقفت في بداية الطريق. حدث ذلك مع صدور دستور مملكة البحرين عام 2002 بعد مرور عام على التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير من عام 2001، مما أدى إلى إرباك كبير في الحراك السياسي في البحرين، وبرز التباين والاختلاف في صفوف القوة السياسية وتحديدا المعارضة من الدستور. وعندما جرت انتخابات 2002 برزت ثنائية المشاركة والمقاطعة من قبل القوة السياسية المعارضة، كما برز المؤتمر الدستوري والذي انتهى دوره بمشاركة أطراف من المعارضة في مجلس النواب 2006 و2010. منذ فبراير 2001 حتى فبراير 2018 17 عاما مضت على صدور ميثاق العمل الوطني، وجرت مياه كثيرة تحت الجسر، ولكن الحدث الأهم ما جرى في أحداث فبراير مارس 2011، والتي جاءت مع الهبات والتحركات الشعبية في أكثر من بلد عربي فيما أطلق عليه الربيع العربي، ولا نعرف هل كان حقا ربيعا أم هو خريف عربي، وبالأخص بعد أن اتضحت التدخلات الأجنبية واندلعت الصراعات والحروب الدموية في العديد من البلدان العربية، وبعضها لا زالت في آتونها حتى اليوم. في بلادنا سارت الأحداث والتحركات باتجاه معاكس لإرادة القوة الوطنية، مما أحدث شرخا كبيرا في جسد الوطن لن يتعافى منه لسنوات قادمة، حيث انقسم الشعب وازدادت الفرقة في المجتمع وترسخت في الوطن العديد من المفاهيم الخاطئة التي تسيء للإنسان البحريني، وطغت النواعز والعصبيات الطائفية والعرقية بشكل لا مثيل لها في السابق، ولم تعد الوحدة الوطنية هاجسا لأطراف عديدة في الوطن، والبعض لا زال يعمل على تعميق الانقسام في الوطن خوفا من فقدان المنافع والمزايا التي تحقق له منذ أحداث 2011. فالوطن أصبح بالنسبة لهذه البعض غنائم ومكاسب، وهذا ما يكشف عنه بوضوح ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام والأسابيع الماضية لمعرفة ذلك الواقع. حدثت أخطاء كبيرة في أحداث فبراير مارس 2011 كانت يتطلب معالجتها في وقتها. لم تحدث مراجعة تقييمية ونقدية من قبل قوة الجمعيات السياسية سوى من خلال تنظيم الورش والحلقات والحوارات ومناقشة كل الأحداث والقضايا بروح نقدية هادفة لكي تستطيع التقدم نحو المستقبل
برأى أكثر وضوحا وواقعية. صدرت الوثيقة النقدية الوحيدة من قبل المنبر التقدمي بعد الأحداث مباشرة كطرف من أطراف المعارضة، كان بالإمكان الاستفادة منها كمدخل لتنظيم وإقامة الحوارات بين الجمعيات السياسية المعارضة قبل أن تتطور الأمور وتصل إلى حل جمعيتين من قوى المعارضة الوفاق ووعد، لتتعقد وتتعمق الأزمة السياسية في البلاد ويصبح الخيار السياسي غير وارد في أجندة الدولة، ويترسخ الخيار الأمني بتكاليفه الباهظة على الدولة والشعب. عفوا. وإلى جانب الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، تبرز لنا اليوم الأزمة المعيشية والمالية، ليزداد الوضع سوءا في البلاد، خاصة مع السعي لتحميل المواطنين أعباء هذه الأزمة وهم غير مسؤولين عنها من خلال فرض مزيد من الرسوم والضرائب. والأكثر من هذا، أخذ أموال صندوق أجيال المستقبل أكثر من 650 مليون دينار لتغطية العجز في الميزانية، وكذلك أموال صندوق التعطل عن العمل التي يتم استقطاعها شهريا من رواتب الموظفين البحرينيين، بدلا من الاستفادة منها في إيجاد مشاريع منتجة يتم من خلالها توظيف العاطلين من الخريجين والباحثين عن العمل بعد العجز الاكتواري القديم الجديد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. هذه النتائج السياسية الاقتصادية الفاشلة والمتبعة في السابق ولا زالت من قبل الحكومة في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي القائم على البحث العلمي والمعرفي ليواكب التطور والتقدم الحادث في العلوم الإنسانية وفي ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة، بدل الاستعانة بخبرات ووصفات فاشلة، مثال على ذلك ماكنزي. تراجع أسعار النفط البترول ليس سببا وحيدا لذلك، فالتخبط والفشل في العديد من المشاريع والشركات التي كلفت ميزانية الدولة خسائر كبيرة بملايين الدنانير، وسوء الإدارة المناط بها تنفيذ تلك المشاريع والبرامج الحكومية، وغياب الشفافية والمحاسبة والمسائل القانونية للمسؤولين عن تلك الإخفاقات والأخطاء، كما تفصح عن ذلك تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادرة خلال تلك السنوات الماضية لمعرفة حجم الفساد والفاسدين. هذا أيضا نتيجة للضعف والأداء السيء لأعضاء مجلس النواب، الذين بدل من القيام بواجبهم الرقابي والتشريعي ينصرفون لمناقشة قضايا تافهة. أما الحراك السياسي الحالي فينتابه الضعف والوهن والركود لأسباب عديدة في ظل انسداد الأفق نحو الحل السياسي الشامل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أحداث عام 2011، وتوقف الحوار الوطني الثاني في عام 2014 بين السلطة والقوة السياسية بالأخص منها المعارضة. وخلال الأربع سنوات الماضية جرت أحداث كبيرة وخطيرة في البلاد، لهذا كان الخيار الأمني هو الخيار الذي سلكت دربه الدولة مبتعدة عن الخيار السياسي. في الأسابيع الماضية تسربت أخبار عن لقاءات بين رموز في الدولة وشخصيات دينية وعامة في البلاد، أكدتها تلك الرموز في مجالسها، إضافة إلى بعض الأفكار التي طرحتها تلك الشخصيات، ويمكن لهذه أن تكون مؤشرات لبداية فتح حوار سياسي إذا ما توافرت الرغبة والإرادة لبدء حوار وطني شامل للخروج من الأزمة وإيجاد حالة توافقية تعيد الزخم من جديد لميثاق العمل الوطني، وبالأخص أن البلاد مقدمة على استحقاقات انتخابية في أكتوبر القادم، مما يتطلب تهيئة الأجواء السياسية بالتخفيف من التوجهات الأمنية وتوسيع حوامش الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان
والعمل على إصدار قانون يجرم التمييز والكراهية في المجتمع. ومن أجل إيجاد حلول للأزمة المعيشية المتفاقمة يتطلب التصدي لظاهرة الفساد والفاسدين ومحاسبة المتورطين فيها، ورفض نصائح البنك الدولي الكارثية لكي لا تتراكم الديون المالية على الدولة ويزداد الدين العام. فهل نأمل ونحن نحيي الذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني 17 في انطلاق مبادرة وطنية جديدة تخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية؟ شكرا. شكرا للرفيق فاضل. بالطبيعي هناك شخصيات وهناك حضور ممكن يغنون الفكرة، فنفتح المجال للمداخلات أو إذا وجدت أسئلة. فمن شكرا للرفاق على المحاضرتين. اللي بغيت اقول لفاضل مو ربع قرض، مو ربع قرض على يعني حل المجلس الوطني 43 سنه. لا لا، قصدي في لما جاء في 2001. في 2001 هو يعني الميثاق. طبعا انا من الناس اللي وقعت بلا يعني، لأن اعتبرت فخ منصوب المعارضة يعني. كشفت سر خطير. وقعت بلا. حتى لو كان مودني احنا شو اسمه قلم مانست عملت لا الميثاق. لأنه زي ما يقول. على العموم ليش؟ هو السلطة يعني النظام قررت ان يعني يكون عرق الدجاجة. هذا الشيء الوحيد اللي كان استفاد منه النظام. اما الشعب البحريني ما استفاد من شيء يعني، لا في اصلاح. وهذا اللي يقول عن الاصلاح هو بروكر للناس. ما حصل اصلاح ولا حصل اي شيء يعني. ولهذا تشوف التراجع يعني الحين، وما صار اصلاح عشان تراجع عن الاصلاح. يعني احنا بنقول انهم تراجعوا عن الاصلاح لما تقول في اصلاح، لكن ما كان في اصلاح بالمره يعني. يعني لو نقول مثلا تراجعوا مثلا على الاسبوع في إصلاح في المرة يعني. ولهذا تشوف الحين الأزمات تسوء باستمرار يعني. أنت لما تفرض على الشعب ضرائب والشعب ما مو في صنع قرار، ما عليه فرض عليه ضريبة، أفرض عليه ضريبة لكن خلينا أكون موجود في صنع القرار له. الشعب البحريني بعيد عن صنع القرار يعني، على أساس تفرض عليه ضرائب يعني. الميثاق يعني هو كان يعني فخ نصب مع الأسف الشديد إلى الشعب البحريني، وخاصة بالذات الأحزاب السياسية اللي كانت تعمل تحت الأرض يعني. مجرد أنهم ما يتخلصون من العبء اللي عليهم وخرجوا منه، والشعب تعثر ما قدر يحصل أي نتيجة يعني. شكرا. كان في أحد المتداخلين. شكرا جزيلا لرفاق الأعزاء. هو أكيد السؤال الرئيسي اللي يدور يعني في هذه الذكرى هو كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، وكيفية استعادة روح الميثاق مجددا. أنا أعتقد أنه يعني ما عاد الحديث مجدي حول موضوع المراجعة، يعني الكل راجع والكل وضع النقاط على الحروف، ويعني تكلمنا بما فيه كفاية عن موضوع الإيجابيات والسلبيات. أنا أعتقد المشكلة الرئيسية أنه عندما يتم التعامل مع الأزمة هذا بعقلية الغالب والمغلوب،
يعني والمعنى ضيق حقيقة. يعني اليوم لو في مسائل شخصية ممكن الواحد يفكر بهالطريقة، بس احنا اليوم عايشين في وطن، وهذا الوطن يجب أن يتسع للجميع، ومن حق الجميع دستوريا وسياسيا وتاريخيا أن ينال كل حقوق المواطنة لهذا الوطن. فالنظرة يجب أن تسود باتجاه يعني إعطاء حقوق كاملة على هذا الأرض، هذا جانب. الجانب الآخر حقيقة حتى لو فرضنا جدلا ما صارت أحداث 2011، يعني صيرورة التطور تقتضي اليوم نقل الميثاق إلى مرحلة جديدة. التجربة البرلمانية اللي بدأت في 2002 يجب أن تنتقل لمرحلة جديدة. لو تركنا جانبا ما أفرزت الأحداث من دروس، اليوم الواقع السياسي والاقتصادي ما آلت إليه البلد من أوضاع اقتصادية متدهورة ومن أوضاع سياسية متدهورة، من أوضاع يعني يكشف أن الآليات اللي وضعت لتنفيذ الميثاق في 2012 جابها الدستور وما تلاها من تشريعات ما عادت تجدي وما عادت تعطي وما عادت تقدر أنها يعني تقود مجتمع بشكل صحيح. فيجب حقيقة نقل تجربة الميثاق إلى مرحلة جديدة، وضع آليات دستورية جديدة، وضع آليات للرقابة جديدة للتشريع، وهي نفس المطالب حقيقة لدعم حركة فبراير 2011. فأنا أعتقد يعني صيرورة التطور تقتضي بالفعل يعني لكل من له يعني مصلحة في هذا البلد أن يفكر في نقل التجربة الديمقراطية إلى مرحلة جديدة، وأن يبتعد عن عقلية الغالب والمغلوب، لأن هذه ليس عقلية يعني صالحة لأزمات تتعلق بالأوطان. شكرا جزيلا. الأخ حسن. مساء الخير جميعا. أشكر الوفاق القومي والتقدم على هذه الندوة المهمة في هذا التوقيت. اسمحوا لي أن أتقدم بسؤال مباشر إلى السلطة، أيهما أفضل فترة الميثاق أو اليوم؟ أيهما أفضل عندما أعلن تصفير السجون من السجناء السياسيين وتم إرجاع والسماح بعودة المنفيين إلى البلاد، وتم فتح العمل السياسي أبواب العمل السياسي على مصراعيه، وتأسست الجمعيات السياسية وأطلقت الحريات، وبدأ ودشن ما سمي المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؟ وين نحن اليوم؟ من تلك الأيام سجون مكتظة بالسجناء السياسيين، مئات الجنسيات المسقطة، النفي أو التهجير خارج البلاد، سمعة سيئة جدا من قبل الكثير من المنظمات الحقوقية العالمية المعترف بها دوليا، سمعة حقوقية غير ليست في صالح البحرين ولا قيادتها. بالجانب الآخر هناك معارضة تعمل وفق قانون الجمعيات السياسية، تعمل بكل شفافية وبكل حضارية وبكل انفتاحية، تعمل على الإصلاح، ومع الأسف السلطة إلى اليوم بين هلالين لا تستغل وجود هذه الجمعيات لتسير معها في خطوات إصلاحية مهمة تهم وتساعد في نمو ورقي المواطن البحريني. بالعكس السلطة اليوم تستهدف الجمعيات، وكما يعلم الجميع استهدفت جمعيتين أو أكبر جمعيتين لديها ما شعبية في البحرين، وما زال المنوال على ما هو عليه. كما تفضل الرفيق فاضل، هناك مبادرة أخيرة من شخصية دينية لها ثقلها الكبير. نحن باركنا مبادرة الشيخ أو السيد الغريفي لأنها في النهاية مبادرة تعبر بالبلاد من هذه الأزمة التي افتعلها النظام البحريني. نعم هناك أخطاء لدى المعارضة، هناك هفوات، هناك سوء تقدير ربما، هناك قراءة غير صحيحة ربما، ولكن المخطئ الأكبر صاحب الفضل الأكبر فيما نحن عليه اليوم من أزمة سياسية وحقوقية واقتصادية ليست إشادة مني،
كنا من الأشخاص الجالسين هنا وبين منظمات حقوقية كما أسلفتني. أنا أعتقد على السلطة أن تستمع إلى هذه المبادرات، أن تبدأ بصفحة جديدة. يا جماعة، المعارضة في جميع بياناتها 99 من بيانات المعارضة طالب بالحوار مع السلطة وكأنه استجدام. طيب لماذا لا تتحاور السلطة مع هذه المعارضة؟ لماذا هي اليوم تصارع للحل الأمني وعلى ما تقوم به إلى اليوم في سوريا وهناك حرب دموية يومية يتحاورون في سوتشي في مؤخرا وفي جنيف وفي كثير من الأماكن، كذلك الحال في اليمن وغيرها. طيب لماذا هنا يحرم على هذه المعارضة أن تتحاور مع السلطة وأن تتفاوض وأن تخرج بحل يذكرنا بأيام الميثاق العام الماضي، يذكرنا بإخلاء السياسيين، يذكرنا بعودة المنفيين، يذكرنا بعودة عبد الرحمن نعيم وعبد النبي العكري وآخرين والمحفوظ وآخرين، يذكرنا ببداية العصر الإصلاحي. أنا أعتقد أنه يجب أن تعيد السلطة النظر في هذه الإجراءات، أن تستمع إلى أصوات العقل والمنطق وأن نعبر جميعاً هذه الأزمة، ليس كما قال الدكتور حسن بوازع المنتصر والمهزوم، الجميع منتصر عندما يصلون إلى حل. يعني هذه الأزمة. وشكراً. شكراً للأخ أحمد. شكراً لجمعية التجمع القومي الرفاق، وشكرا لتقدمي. واحنا نأكد ونحاول لم شمل المعارضة وتنسيق مع بعض. الحقيقة يعني الحديث عن هذا الأمر أو الوضع السياسي يطول ويطول. نحن الآن يداهمنا الوقت للانتخابات، والنظام يعني ما من شك انه يمكن يبحث عن، او ما ادري، لا يبحث عن مخرج لهذه الازمه. الان النظام هو يعني سبب او يعني يمر بازمه سياسيه كبيره ترفها في الاحداث السابقه. بهذه الازمه خلقت ازمه اقتصاديه ساحقة أيضا. زين، لماذا يعني وين العقل؟ يعني وين العقل في هذا الأمر؟ شلون الخروج من هذه الأزمة؟ إذا يعني الحكم فعلا يعني قابل أو يريد الخروج من الأزمة، فعلى يعني مد يده في أيدي ممدودة بالمعارضة، لكن مو راضي، يعني مو متجاوب. يعني ما العمل؟ هل المعارضة أيضا توافق بس على الانتخابات والدش وكما لم يحدث أي شيء، وفي نفس الوقت لا إطلاق سراح معتقلين، لا يعني تنفيذ أي شيء، لا تبريد الأجواء، لا هذا؟ يعني إحنا بعد، أنا أعتقد، يعني أنا شخصيا أعتقد أنه حتى موافقة على انتخابات صعبة، يعني صعبة، ولا يعد سياسية، ولا يعد حتى يعني تقدير لنضالات ول يعني احتجاجات هذا الشعب. يعني الآن الشعب يعين من الأزمة الاقتصادية، ما العمل؟ بعدين يعني أخونا أو صديقنا سيد جعفر يقول يتكلم عن الميثاق. زين، الميثاق صح، يعني كل واحد رأيه، وهذا شيء يعني حدث الآن. يعني هل الآن إحنا بعد ما يعني نكترث بانتخابات؟ زين، إحنا نريد يعني أريد على الأقل رد من الإخوان المحاضرين، يعني كيف يكون الوضع؟ يعني هل يوافق على الانتخابات أو لا يوافق؟ ندخل هاي انتخابات البرلمانية أو لا؟ يعني شيء صعب. شكرا. شكرا للأخوة المحاضرين والأخوة في
التجمع القومي. أول شيء يعني بسرعة، هل كان ربيع عربي؟ طبعاً أنا أعتقد ربيع عربي، يعني مآلات الربيع العربي سببها ثورة مضادة، سببها في بعض المناطق تم عسكرة الانتفاضات بسبب الحكام كانوا قساة للدرجة عالية، بحيث أنه أصبح في ردود فعل للناس لما تفقد الناس إحساس بإمكانية الإصلاح قد تلجأ إلى العنف، وهذا وجدناه حتى في مجتمعنا. نعم في ثورات عربية هي ربيع عربي، ولكن هذا هو بدايته. بعد ذلك قضية أخرى، بعد ذلك دخلت عناصر كثيرة، تقدر تقول الربيع العربي ينتهى خريف عربي لا بأس في هذا الموضوع، لكن هو بدأ ربيع عربي، كيف انتهى؟ هذه أمور كثيرة، تدخلات خارجية وانحرافات في الثورات والانتفاضات. المشروع الإصلاحي بدأنا فيه من البداية كان مشروع إصلاحي محدود، كان مقبول بالنسبة لنا في 2001 رغم خلافنا مع السيد جعفر. هو مشروع المعارضة كانت تدرك إنه هذه الوعود مقدمة، حصلنا تنازلات من السلطة في هذه الوعود وتراجعت عنها. هذا مو أول مرة راح نقوم فيها العملية، هذه العملية تمت مرتين، تمت في 73 مع الدستور 73. طيب احنا رحنا او اللي راح صوت على الدستور ما يقدر يقول والله انا خدعت فيه، وما خدع في الدستور، الدستور كما هو. اذا تاخذ الان الميثاق يتحدث عن حريات، يتحدث عن كرامه الانسان، يتحدث عن حقوق متساويه والى اخره الى اخره، كل القضايا نقضت مثل ما نقض في سنه 73 الدستور. فلا استطيع ان نلام الناس اللي راحوا الدستور 73 ووقعوا عليه. هذه العمليه موازين القوى هي اللي تحدد النتائج، وليس الاتفاقات المكتوبه او غير المكتوبه او الشفهيه. موازين القوى هي بصالح السلطة، فإذا كانت في سلطة في العالم تتخلى عن سلطتها، تتخلى عن امتيازاتها، إلا إذا كانت ضعيفة، هذا واقع الحال. وهذا يعود لنا شنو اللي صار في المفرقين المهمين في تاريخ البحرين اللي قدمت السلطة تنازلات في سنة 73. هذا استحقاق الاستقلال مقابل تصويت البحرينيين على استقلال البحرين، على عدم انتماء البحرين لإيران، على إلى آخره، على انسحاب بريطانيا إلى آخره. كانت النتيجة هذه، مقابل هذه تحصلون شكل من أشكال الديمغرافية الناقصة على طريق الكويت أو أقل منها لقليل. هذا كان مقايضة من نوع معين، من نظام يجيب منك شيء، حكم يجيب منك شيء، وقدم لك شيء بالمقابل. في 2001 شنو كان الحكم يريد؟ حكم إذا لي ذكر هذا الموضوع، ما كان في إفراج عن المعتقلين في 2001 لما وضع الميثاق، لم صار بعد قبل أسبوعين من التصويت على الميثاق، لما صار الحكم يخشى بأنه هذا الميثاق لا يمكن الحصول على، يعني ما في ضمان للحصول على أغلبية فيه، قدم كل التنازلات الواسعة، كانت خيارات في السجون في فترة اللجنة العليا للميثاق، الله يحفظه 23 أعتقد ديسمبر، والأسابيع الأولى من يناير، لحد ما أراد النظام، أراد الحكم شيء في مقابل شيء، فقدم هاي التنازلات. فإحنا لازم نعرف إنه هذا هو واقع الحال. التمني إنه الإنسانية وتغير زمن وإلى آخره جماعة يفهمون، لا مو هذا صحيح، ما صحيح. هو اللي موجود على الأرض ماذا يريد وماذا تقدم، وهذه برجع لها فيما يتعلق بانتخابات 2018. قضية جلد الذات في موضوع قيمنا ما قيمنا، أنا مع الدكتور حسن العالي، يا جماعة إحنا مسؤولين كجمعيات عن ما قمنا فيه، لسنا مسؤولين عن ما قام في طرف آخر رفع شعارات خارج خلينا نقول أو شعارات حالمة ثورية، أراد تغيير نظام الحكم بالكامل، أراد نظام جمهوري. إحنا مو مسؤولين عنه، هؤلاء هم مسؤولين عنه. إحنا مسؤولين عن ما طرحنا، ما طرحته المعارضة الجمعيات بالأساس كان برنامج وطني واسع، أو حتى في المفاوضات وفي المشاورات مع الجماعات، التجمع الفاتح اللي بعد ذلك أنشئ، ومع موجودين الحكومة، مع الموجودين الأجانب، قلنا لهم بصوت واضح جمعية تأسيسية لا تحسن قراراتها إلا بتوافق واسع، مش ب50% زائد واحد. المعارضة كانت مرنة ومستعدة تقدم تنازلات، لكن مرة ثانية موازين القوى هي اللي تحدد إذا كان المخرجات بتكون فيه. ليس أن المعارضة أخطأت، ما في حراك واسع، انتفاضة واسعة ما تقع فيها أخطاء، فما في داعي مبالغة في جلد الذات بعد 7 سنوات من الموضوع هذه. الجزء الأخير فيما يتعلق ب
احنا امام منعطف الان. المنعطف انتخابات 2018. في كل المنعطفات دي اذا ما نستطيع ان نوحد المعارضه، المعارضه اللي قابله لمشروع الاصلاح، انا ما اتحدث المعارضه اللي دعت الى كفاح مسلح ولا تعيش احلام ثوريه، هذه خارج ما هو ممكن وما هو مقبول بالنسبه لنا احنا. احنا نتحدث عن معارضه الوطنيه السلميه اللي تؤمن بنهج الاصلاح، واللي تؤمن بنهج الاصلاح المتدرج حتى خلينا نقول، ليس فقط اصلاح، لان اصلاح مره واحده غير ممكن. احنا نتكلم عن اصلاح متدرج، هذه المعارضه محتاجه انها تشتغل مع بعض. الان في اصوات موجوده كانت محسوبه على الموالاه في 2011 تتحدث اليوم بصوت عالي لن ندخل لن نذهب الى انتخابات محدوده هذه، لكن انا اقول لكم على الصعيد الشعبي وانا ولي محرك، اعرف انه اغلبيه الناس اللي انا اتصل معاهم، اغلبيه ساحقه من الناس اللي انا اتواصل معاهم يقولوا ما بنروح انتخابات 2018. بعضهم يقول ايانا واياكم ان تروحون انتوا، احنا بنقاطع وانتم تشاركون كمعارضه، يعني يحذرونك ان انت ما يعني احنا نحتاج ان نضغط على السلطه عشان تقدم تنازلات في الاصلاح. هذين مش بالضروره بيحطون يدك في يدهم، يدهم في يدك ويسوون لك تحالف وطني واسع، لكن انا اعتقد انه في فرصه الان. 2018 منعطف، كل نظام سياسي كل حكم في العالم يريد ياكد مشروعيته من خلال صناديق الانتخاب، ولذلك بالتالي انت عندك ورقه اليوم بعد 4 سنوات بعدين ما عندك هذه الورقه. هذه الورقة أنا أقول دعونا نستغلها أفضل استغلال. دعونا نقول إذا كنا سنذهب بمشاركة في الانتخابات فخلنا نضع مجموعة من الشروط المعقولة اللي حتى الأطراف الموالية الآن قاعدة تنفصل عن تيار الموالاة تقبل بها، نقول هذه هي شروط الـ يعني شوفوا أركان الإصلاح. أركان الإصلاح أنا ما أعتقد من البداية كان ممكن أنه نتكلم عن تداول سلطة حكومة منتخبة. أنا أعتقد هذا موضوع مشروع طويل مدى بالنسبة للمعارضة. أركان الإصلاح الأخرى اللي موجودة إن أنا أعتقد برلمان على الأقل يستطيع، إذا ما يستطيع يحكم يستطيع إنه يعرقل، يستطيع إنه يوقف مشاريع الحكومة، يستطيع إنه يضرب المبركات، يستطيع إنه يدخل بعض التعديلات عليها. من جانب آخر أنا عندي، أنا أحتاج عمل سياسي، جمعيات سياسية، مجتمع مدني، حريات واسعة، أحتاج حريات كبيرة في المجتمع، وأحتاج صحافة. كل هاي ثلاثة الأعمدة اللي كانت موجودة في إصلاحات 2001 راحت، ثلاثة إصلاحات كلها راحت، جمعية سياسية تشتغل بحرية مش موجود، كل الإعلام كل خطابنا الآن كله لازم نتأكد إنه يعني ها ترى في شوية زيادة، ما تدري يعني عقب ما خلص هذه يودونك يحطون معك إيش قلت هالكلمة وإيش تقصد في هالكلمة دي. هذا الخوف دي ما كان موجود عندنا إحنا من 2001 إلى 2011 وجزء كبير من فترة من 2011 إلى 2014. كان بإمكاننا نتكلم اللي نفكر فيها، الآن ما عاد بإمكان، كان عندنا صحيفة واحدة نتنفس فيها، الآن ما عادت عندنا الصحيفة نتنفس فيها، فهذه الحريات تخلصت بشكل كبير. الحد الأدنى احنا نقول إنه خلي تعود هذه الحريات، يكون في عندنا بعض الإصلاحات في المجلس النيابي حتى نستطيع أن نقول عندنا ورقة في 2018 يا جماعة لا نفرط فيها، في تململ في المجتمع الموالي الآن، ففرصة إلى تكوين تحالفات أوسع حتى لو كانت تحالفات فضفاضة. شكرا. شكرا أخ إبراهيم. في أحد بيتداخل؟ بس ملاحظات، أنا بس أبغي لا أظلم القوى المعارضة حقها، كان دائما وأبدا هناك ورش وهناك مراجعات دورية لخطابها وإلى انتقادها لشو سمونه، إلى درجة أن حتى المفردات اللي كانت تستخدمها في البيانات أو في الحوارات صلحتها، فلا نظلم القوى الوطنية في هذا الجانب. في دائما مراجعات لكل أدائها، وكان تصليح يصل إلى حتى درجة المفردات اللي تصدر في بياناتها وفي حواراتها وفي تواصلها. كل البيانات مثل ما ذكر بعض أحد الرفاق، ندعي للحوار، ندعي للسلمية، يعني كل الأشياء اللي دائما وأبدا تذكر في الحوارات في البيانات في الندوات، ظلمت حق المعارضة فأنها إرهابية وأنها بعكس ما كانت تدعي إليه.
فأنا أرجع وأقول أنه لا نظلم حق المعارضة، كانت دائما وأبدا تراجع خطواتها وتمد يدها وتطلب من السلطة أن تبدي حوار. وحتى احنا في إلى هذه الندوة ورقتنا ورقة المنبر دعوة إلى حوار، فلا نظلم نفسنا رجاء. أنا هذا حبيت أذكرها. بالنسبة لنقطة الربيع العربي، لا زال الربيع العربي في مخاض أنا في رأيي الشخصي يعني، ولا زال المسيرة لم تنتهي، بدت ولكنها لكل فيها مخاضات، بعض المخاضات تكون عسيرة في بعض النقاط أو بعض المواقف، بس هذا لا يعني أنها رايحة تستمر الحياة في هذا الربيع. في يوم ما قد تتعسر ولكن سوف تجد المخرج. وشكرا. تفضل أخ. يعني هي ردود سريعة فيما يتصل مسألة اللي هو الميثاق بالنسبة للرفيق سيد جعفر. لا، كان الميثاق يعني أكيد من حق إنسان يعني لما يذهب للميثاق ما يؤمن به يمكن يصوت بلا، حق طبيعي لك، ما حد يعني يجبرك، ولكن كانت حالة تغيير. يعني الخطوات اللي اتخذت ما قبل الميثاق كانت تشجع على أن أنت تقدم الصوت على نعم، بغض النظر أنت ما تقدر تحاسب للنوايا. يعني تبييض السجون هذه الأول مرة في تاريخ البحرين، يعني من ضرب هيئة الاتحاد الوطني في 56 إلى 2001 لم تخلى سجون البحرين من المعتقلين. أتكلم في ديك الفترة، ما أتكلم عن دي الفترة، ستركز إياه يعني. فسنة كاملة كانت ما في معتقلين فيما بعد صار، بس فبالتالي كانت خطوة إيجابية، عودة المنفيين، إلغاء قانون أمن الدولة في صحيح يمكن ألغوه فيما بعد بعد التصويت، لأن أتذكر تم إلغاء في تاريخ 18 فبراير اللي هو قانون أمن الدولة بعد التصويت مباشرة، ولكن كلها كانت خطوات تعتبر شجاعة، ولذلك الناس رحبت بها والمعارضة بشكل ما رحبت بها. هاي بالنسبة إلى مسألة التصويت على مرحلة ميثاق العمل الوطني. فيما بعد شنو حصل في مسألة اللي هو الدستور، هذا موضوع ثاني. يعني بالنسبة لرفيقنا يعني ويشارك إياه بعد اللي هو الرفيق حسن العالي ورفيق إبراهيم شريف، يعني في موضوع المراجعة، هي أنا قصدت يعني فاكتها، لم أقصد الحال، يعني كان متطلب لأن حدثت أخطاء. هو بالعكس أنت لما تراجع الأمور فوقتها يعني، وهي وين تصير بعد تكمن الشجاعة؟ تكمن الشجاعة في وقتها أنت تصرح عن رأيك حتى في وسط الدوار. بس كانت للضغوطات الموجودة لحجم الحراك وقوته كانت الناس مو متخذة موقف صحيح. يعني كانت ضغط، كان بالإمكان على المعارضة الجمعيات السبع تقول رأيها المختلف في الدوار. صحيح كانت الوضع صعب، أنا أقدر ظروفه يعني من كان يحاور في ديك الفترة، ولكن عليها كانت مفترض واحد اثنين ثلاثة، لأن صارت انزلاقات خطيرة أدتنا إلى ما هو عليه اليوم. يعني صحيح يعني لا برر ما قامت يعني ما قام بالنظام يعني من ضرب الدوار، من الاعتقالات، من الروح الانتقامية اللي سادت بعد ضرب الدوار وإحنا عايشينها، وسقوط الشهداء وحجم المعتقلين، كل هذا حقيقة واضحة عند الناس، الجميع يدركها ويعرفها، ولكن التقييم كان مهم في وقتها للانطلاق للأمام. هو سواء كان على شكل فردي كأحزاب أو على شكل جماعي كقوة سياسية، ممكن كان يسوي حلقات وورش لأن ما ذكر الرفيق صمد ما صارت يعني علمي ما صارت ورش للمعارضة، إذا يمكن بعض الجمعيات لوحدها يمكن، بس أنا لعلمي بشكل مشترك ما صارت ورش تقييمية في ذا الجانب. صح. إيه. ما أدري. في وعد. إيه. المهم ما يعني لأن شاركت أنا في كل النقاشات اللي صارت حتى فيما بعد الدوار. بالنسبة ها؟ حتى في السجن صارت. المهم يعني هذه آراء متعددة نقدرها. فالدعوة للحوار الوطني الشامل مثل ما ذكرنا يعني الجميع يريدها، يعني اليوم يعني هذه شغلة يجب تكون يعني في النهاية. هل نريد على شاكلة
مثل ما ذكرت ربع قرن من ضرب اللي هو المجلس الوطني في 75، نجي على طريقة 2001 وتم وضع حل الأمور، يعني بما معناه بعد تكاليف باهظة يقدمها الشعب، تضحيات، والدولة بعد نفسها تقدمها، ونعالج الموضوع قبل ربع قرن. هل المطلوب يعني من الدولة؟ لا، أنا أعتقد على الحكماء والعقلاء في النظام يباشرون باتجاه اللي هو الدعوة لحل وطني. وممكن الحوار اللي بدأ في 2014 وتوقف لأسباب كثيرة ممكن يصير، وأنا أقول المخارج لازم تصير وطنية وليس طائفية، لا تصير على طريقة الحسبة والتوزيع المحاصصة الطائفية. إذا أردنا أن نخرج البلد علينا أن نحلها بشكل حوار وطني بعيدا عن الطائفية. إحنا نريد نكرس موضوع اللي هو الاحترام الإنسان بما معناه كحق له طبيعي في التعبير عن آراءه ومعتقداته، عن شنو هو يفكر كإنسان في المجتمع، هذا جانب، وحق بالمقابل للناس تعبر عن آراءها وإن اختلفت إياهم، ولكن لا يخلق لنا أساس لمحاصصة طائفية بعدين تودينا إلى ما لا نعرف إلى أين نذهب. هذه مشكلتنا، هناك من يريد الموضوع يعالجه بشكل طائفي وليس وطني. يجب العلاج أن يكون وطني، هذا من ناحية الحوار الوطني. حول يعني الربيع العربي، هل هو ربيع؟ يعني هو في البداية أوكي صار، حتى هني في البحرين على فكرة الجميع ما كانوا، حتى جمعيات سياسية ما كانت تعلم يعني ماذا بصير. يعني أنا أتذكر أنا شخصيا كنت أمثل المنبر التقدم، التقيت مع ممثل أحد الجمعيات الكبرى في البحرين 13 اللي هو فبراير، قال ما نعلم في دعوة الآن موجودة في 14 من فبراير للخروج وللاعتصامات شباب وكذا، شنو التفاصيل، شنو عندكم وكذا، ما في جواب كان. يعني بما معناه هذه موضوع بعد يبقى لي أسئلة، يعني أنا ما أعرف يعني فيما بعد شنو صارت الأحداث وشلون أخذت المجرى شلون جرت، ولكن لابد من تقييم هذه الأحداث بشكل موضوعي لنتعرف على وين أخطأنا وين أصبنا. هذه أساس أن نتجه إلى الأمام. يعني أمه فيما جرى في بعض البلدان العربية كارثة، يعني شاهدنا سوريا الآن ماذا يجري فيها، شاهدنا يعني وش بتقول عن سوريا؟ سؤال مهم. يعني الآن يعني شيء كبير اللي صار في سوريا، ناس أكيد الآراء بتتعدد وبتختلف الآراء، يعني موضوع طويل لا نقدر نناقشه الآن موضوع سوريا. يعني بس أنا أتكلم سوريا بعد، ليس اليمن وليس ليبيا يعني وما جرى فيهم. يعني ليبيا من أسقط النظام؟ أسقط حلف الناتو، هاي مشكلة طبيعية الآن. يعني أنت أمام يعني وقائع غير طبيعية حدثت في هذا المشهد. لذلك احنا نقول هو ربيع عربي، ولكن فيما بعد ربما بدأ ربيع عربي وتحول إلى خريف عربي. الموضوع اللي هو وحدة المعارضة للدخول، أنا ما أختلف مع إبراهيم، صحيح هذا يعني ممكن يصير تنسيق، الآن تتبلور الآراء تناقش، كل شيء قابل للنقاش، لا يمكن يكون الإنسان يمشي في قالب واحد. في العمل السياسي، العمل السياسي أصلا دائما عمل متغير وتكتيك، أنت لا تتكلم عن فكر أو أهداف، أهدافك واضحة أفكارك واضحة، بس الحراك السياسي لتغيرات مستمرة. أنت الأحداث في البحرين يوميا تتغير، الآن في لقاءات، ماذا سينتج عن هذه اللقاءات؟ إلى أين تأخذنا هذه اللقاءات؟ هل راح تستمر اللقاءات ثنائية أم بيكون للحركة الوطنية أو خلنا نقول القوة السياسية الوطنية ممكن يكون لها حصة من الحوار تناقش، أو يريدون نفس ما جرت في بعض المحطات إبعادها وأعطاء مثل ما ذكرت سلفا أبعاد طائفية، أي بما معناه تحاور الطائفة ولا تحاور القوة السياسية الوطنية، وهذه مصيبة بعد أنا أقول. لذلك هذا علينا ننتبه لهذا الموضوع. ولكن مسألة المقاطعة والمشاركة أو مشألة أن الناس هذا صحيح من الجانب، لكن بعد الدولة عندها أساليبها يعني في النهاية، يعني في مسألة المشاركة خذيناها صحيح ناس وايد متدمرين، لأن هذا المجلس ما قدمه يعتبر من أسوأ مجالس اللي مرت على البحرين خلال فترة على الأقل 2002، خلينا نتكلم يعني من قيام المجلس الأول الدورة الأولى 2002 حتى، هذا من أسوأ المجالس، يعني ما يجري فيه شيء يعني لا يمكن يصدق. يعني هذا
الدولة هل تريد، أسئلة كبيرة، هل الدولة تريد تحصرها في هذا الجانب من النقاشات لتكره الناس بالعمل الانتخابي حتى الناس ما تروح تنتخب؟ هاي سؤال مهم بعد، هذه أسئلة يجب نطرحها نثيرة للنقاش، لأن الدولة ماذا تريد؟ إذا كانت هي صادقة في ترسيخ التجربة النيابية وأن تتطور تدريجيا، هي كان المفترض تتطور التجربة، ولكن التجربة لم تتطور بل تراجعت بحتى الإصلاحات اللي دخلنا فيها في 2002 ناقص يعني الصلاحيات، أصبح الآن مقيد بكل شيء. والآن أنا أقول لك حتى بالنسبة لإحنا صحيح دعينا إلى المشاركة ونسع إلى تشكيل قائمة وطنية، ونأمل أن نشكل هذه القائمة من شخصيات وطنية، ونأمل في المستقبل ممكن بعد تتبلور مثل ما قلت القوة السياسية ورفاقنا وأصدقائنا من جديد يصير وضع آخر وناقش هذه القائمة، وكانت مطروحة من قبل العديد من الشخصيات الوطنية والدينية في البحرين في سابقا، يعني على الأقل ما بعد ضرب الدوار أنا سمعتها في أكثر من جهة طرحت هذه الفكرة. ولكن أنت أمام واقع متغير، نأمل أن يحدث خلال الأيام المقبلة الأسابيع تغيير، لأن عندك حالات الوضع معقد، الوضع المعيشي، حالات السجون، الناس تنتظر من يفرج عن أبنائها. كثير من الأهالي اليوم ينتظرون ولدهم يستقبلونه بالأحضان. لا يمكن، الأحكام قاسية على كثير، يعني لما تتكلم العدد مهول الموجود في السجون، فبالتالي يريدون حالة وطنية، انفراج سياسي بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين. الأهالي تنتظر هذا اللي أعتقد هذا الخبر تنتظره يعني. فما ندري هل تحدث تغيرات مقبلة تؤدي إلى مشاركة على الأقل وطنية من معظم الأطراف، خلنا نقول اللي تؤمن بالعمل السياسي السلمي والتغيرات من خلال النضال الوطني السلمي. وشكرا لك. تغيرات تعيد النظر في قرار. في أحد يحب يضيف؟ ممكن يعني. سيدك يبغى يناقش. تفضل. على رأي الأخ فاضل يقول فعلا هناك متغيرات ممكن تحدث تعيد النظر في الكثير من القرارات. أنا سؤالي هل بما فيه إنه الأخوان في المنبر يتوقفون شوية يضربون بريك إعادة النظر التفكير للانسجام مع فكرة اللي طرحها الأخ أبو شريف؟ أي ما فكرة بس أنا لا 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 ممكن بس أنا تداخل بشكل سريع. أوكي. أنا أقول يعني طبعا قبل ما نختم أنا أقول إنه إحنا في هذه فرصة ذكرى الميثاق وذكرى الحراك، إذا أردنا فعلا أن نخرج أنفسنا ونخرج بلدنا من حالة والوضع السيء المزري اللي نعيشه، يجب أن نوقف وقفة صادقة مع النفس ونعيد قراءة التطورات ما حصلت وما يجري الآن. اللي حدث ليس شيء بسيط، هذا مسلم. والأخ فاضل أريد أرجع من جديد أيضا أقول أن التقييم حصل بموضوعية وبأمانة بل وبجلد الذات، جلدنا ذاتنا أكثر من اللازم في هذه الورش وفي البيانات وفي العديد من المناسبات. الآن ما المخرج؟ إحنا إذا أردنا يجب أول خطوة نفكر فيها أنا أقول التفكير، نعيش وهم إعادة العقارب الساعة إلى الوراء، هذا مستحيل. الحدث والحراك الشعبي هذا مفصل من مفاصل تاريخية في البلد، يجب أن نصل إلى استحقاقات الناس. لماذا خرجت الناس؟ يجب أن نسأل السؤال. أيام إحنا نعرف دولتنا ودول المنطقة تعيش في أنظمة ريعية، في هذه الدولة الريعية أو النظام الريعي الدولة تتحمل، مش أقل هو هذا النظام، الدولة تتحمل المسؤولية، الخدمات الصحية التعليمية السكانية الوظائف، مقابل أن هي تمسك القرار. الآن ما حصل، الآن إحنا في وضع آخر، الخدمات تتراجع، وظائف ما في، دعم رفع بعد الشق الثاني التمسك فيه على شو. يجب أن نعيد النظر. الناس لماذا خرجت؟ الناس الآن تقول بأن هذه المعادلة يجب أن تتصلح، التوازن يجب أن يعاد، هذا هو الأساس. أنا أعتقد وطبعا هذا هذه المهمة ليست
بسهولة اللي راح تتحقق وراها تضحيات وراها صعوبات. وأول وأهم صعوبة أنا أعتقد هي وجود فئات مستنفعة من هذا الوضع القائم، ترفض التغيير، تقاوم وتخون وتشوه سمعة كل من يطالب بالتغيير والإصلاح. والعقبة الأخرى بأن الحقيقة أنه إحنا القديم أو التقاليد الماشية القديمة زالت أو في طريقها إلى الزوال، ولكن الجديد مو ما قاعد يولد. لذلك إحنا علينا أن نساعد النظام ونساعد الدولة في ولادة هذا الجديد، والجديد هو عقد اجتماعي جديد بمواصفات أخرى وبلغة أخرى وبصياغة أخرى وبتفكير وبعقلية أخرى، ليست عقلية أمنية، إنما عقلية سياسية تتطلع للمستقبل لإخراج هذا البلد من المحنة اللي فيها. أنا أعتقد هذه مسألة مهمة، يجب أن نعرف إنه إحنا في وضع اقتصادي سيء، لا يجب أن نركز بس على الاقتصاد، لأن أي خطوات وإصلاحات اقتصادية لم توازيها إصلاحات سياسية مصيرها الفشل، هذا أثبتت الآن. يجب أن كل خطوة اقتصادية نعم معها، كل إصلاح اقتصادي نحن معها، ولكن مقابل إصلاحات سياسية. شكرا جزيلا. أريد أن خل من متداخل أخير آخر واحد أقوله أبو صبري. أبو صبري آخر المتداخلين وبعدين نسمع من الرفيق فاضل. نقطة بسيطة بس. صوت أبو صبري. هلا أوكي أوكي. في صوت. وقال رفيقي إبراهيم أبو شريف يريد تغيير من البرلمان. يريد البرلمان أن يناقش مسألة الخروج أو كيفية الخروج من الأزمة الحالية. وهو معارض رائع لا لن يخوض الانتخابات ويدعو لعدم خوض الانتخابات. ما أدري كيف تكون هذه. شكرا. يلا تفضل. زين ممكن بس بيكون الأخ فاضل آخر شو سمونه من ضمن المطالب هو برلمان كامل الصلاحية. الشيء الثاني اللي هو عدم تصويتك أو مشاركتك في البرلمان هو في حد ذاته بعد موقف. بس بغيت أجاوب على هذا وكل وترك الباقي ليك مستهدف أنت. هو يعني ما طرحه رفيقي أبو علي يعني ما اختلف إياه كثيرا، بالعكس هذا رأي محترم. وأنت عارف وضع، إحنا عارفين مثل ما يقول المصريين بنكار، إحنا البلد كلها نعرف الوضع، طبيعة النظام، طبيعة الأوضاع في البلد. أنت الآن خلال هذه السنوات خلنا نقول أو السبع سنوات ده تكلمنا من 2011 حتى الآن، هل تغيرت الأوضاع؟ هل بتتغير؟ أسئلة كثيرة علينا نناقشها. وأنا أقول وقلتها في البداية، سواء دخلنا أو ما دخلنا، سواء فزنا أو ما فزنا في الانتخابات، لن يتغير الوضع بشكل كبير. لا توجد حلول جذرية أو حقيقية. إحنا نتكلم من على الأقل ممكن نعمل شيء للتغيير. يعني إحنا لما نتكلم صحيح السؤال لا ترجع للماضي، ولكن أنت لابد ترجع إلى ربطة لما كانت المسألة المقاطعة في 2002 حدثت شغلات كان بالإمكان. مثلا خلنا نتكلم بصراحة، ملف التأمينات الاجتماعية اشتغلوا عليه شغل كبير الكتلة اللي هو الديمقراطي الوطنيين الديمقراطيين، وكان رفيقنا عبد النبي داوم في التأمينات الاجتماعية 8 ساعات تقريبا من أجل كشف حجم الفساد في هذه المؤسسة. انت اليوم تركت مؤسسات وهذه المؤسسات متروكة، لا موجود ممثلين حتى للعمال فيها، لا موجودين. ويريدونك، يريدون يوصلونك ان ما في وجود حتى لمنظمات المجتمع المدني الحقيقية ممثلين في اي منظمات ممكن تتواجد رسمية في الدولة يكون لها ممثلين. حتى الاتحادات الموجودة بغض النظر عن موضوع الوحدة ومسألة الانشقاق ما بين الاتحادين يريدون ضربها، وضربوا النقابات الآن، وهكذا منظمات المجتمع المدني. يعني الآن الحراك حتى منظمات المجتمع المدني مكبلة.
يعني اليوم وين جمعية المحامين؟ وين جمعية الأطباء؟ دورهم في المجتمع؟ أهميته؟ أسئلة كثيرة. فبالتالي أنت أمام واقع قاعد يضغط عليك بشكل أو بآخر، كيف تتعاطى مع الواقع؟ هل تركن وتقول خلاص إنه ما في تغيير فبالتالي أنا لا يمكن أشارك في هذه الانتخابات؟ أنا أقول لك المشاركة جزء من العمل الجماهيري، إحنا هكذا نفكر. لو تحقق لنا وصلوا ناس، أنا أقول لك ما يوصل أحد، وأتمنى مثل ما ذكرت تحدث تغييرات، تحدث خلال الفترة القادمة المقبلة تغيرات تدعو للمشاركة. نعمل احنا لا نستطيع ولا نقول هناك عصا سحري للتغيير، يعني هذا المجلس في ظل هذه الصلاحيات، في ظل دوائر انتخابية غير عادلة، في ظل مسألة الدوائر العامة، كلها هناك قضايا كثيرة مطروحة ندركها ونفهمها، لا نختلف مع رفاقنا واخواننا ومن نتفق معهم في هذا ولازلنا نتفق، ولكن هل يترك هذا الشيء؟ هل لا تكون هناك الان شنو في ناس حتى من الذين الان يدعون لعدم الذهاب للتصويت، بعضهم يقولوا بسبب المعارضه تركوا هذا المجلس الى بالعاميه اللي يسوى ما يسوى دخله، بما معناه يعني المجلس ما في اصوات معارضه توقف على الاقل او تحد من هذه القوانين والتشريعات اللي تشرع وتصون باسم الشعب وتصدر باسم الشعب، هذه مصيبه. على الاقل لو اصوات ترفض تعطي شيء يعني من وشيء اكثر لهو نتامله ان القوه السياسيه على الاقل حتى اللي ما شارك كلها برنامج يوازي ما يجري في داخل المجلس النواب، المقاطعه هذا مهم، اساس الحراك السياسي يكون دو فعال دو فعال. ليه لما كانت يعني الحركه الوطنيه في انا ليش نحن نستشهد بالتاريخ؟ لان حقائق على الارض، لما كانوا اضرابات برا وداخل النواب، فتكون الحجم الكبير للحركه الوطنيه او للقوه الموجوده في داخل مجلس النواب. نامل بالتغيير ونامل. اؤكد على مساله رئيسيه، الوحده الوطنيه مهمه، وحده المعارضه مهمه، وحده التيار الوطني الديمقراطي مهمه. وصحيح احنا الان يعني بعد حر جمعيه وعد يعني خساره كبيره، كنا يعني احنا باتجاه انه بالفعل الاعلان عن التيار الوطني الديمقراطي يدركون كل الرفاق في هذا الجالسين هنا، ولكن شاءت الظروف ونامل من جديد ان تعاد من جديد يعني بقرار او بالمحكمه دافين اللي هو مساله التمييز، ترجع وعد وترجع الوفاق وكل القوه لتمارس عملها السياسي صف جنبا الى جنب الجمعيات الاخرى. وشكرا لك. شكرا جزيلا. نشكر الحضور ونتمنى في لقائكم في ندوات اخرى والى اللقاء وشكرا. داخله زين.